ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا في غارات نفذها الطيران السوري على مدينة حلب في شمال سوريا إلى 30 بحسب حصيلة جديدة أوردها الدفاع المدني الخميس. واستهدفت الغارات ليل الأربعاء مستشفى ميدانيا ومبنى سكنيا مجاورا له في حي السكر الذي تسيطر عليه الفصائل المقاتلة المعارضة في مدينة حلب. وكان الدفاع المدني أفاد عن مقتل 20 مدنيا في الغارات، بينهم 5 من موظفي المشفى وهم طبيب أطفال وطبيب أسنان وثلاثة ممرضين. ويستقبل المستشفى المرضى الذين يشكون من الأمراض الداخلية والمزمنة، وبحسب مراسل وكالة فرانس بريس فأن معظمهم من كبار السن. قام الطيران بتنفيذ عدة غارات جوية، وأحدها كان على حي السكري على منطقة فيها مشفى يخدم المدنيين، فتناول هذه المنطقة بثلاثة صواريخ. وتشهد مدينة حلب تصعيداً عسكرياً متزايداً منذ أكثر من أسبوع، وتعد المدينة من أبرز المناطق المشمولة باتفاق وقف الأعمال القتالية الساري منذ 27 من شباط فبراير، لكنه يتعرض لانتهاكات متكررة ومتصاعدة ما يثير خشية من انهياره بالكامل.